ونلتقي بالفنان العراقي القدير جلال كامل. حياك الله استاذ جلال، مساء الخير. مساء الانوار، ونورت شاشه الفلوجه. اهلا وسهلا، تشرفت بك. لنا الشرف استاذ جلال. نتحدث اليوم عن خطوه، هذا المهرجان هل يعد خطوه الى الامام، وهل سيدور خير على السينما العراقيه ام لا؟ خلينا نتفق قبل كل شيء أن السينما صناعة ضخمة جدا. نعم. والصناعة، هذه الصناعة يجب أن يتخذ فيها قرار من أعلى الهرم باتجاه تفعيل هذه الصناعة بشكل حقيقي، أو أنه إحنا نسوي ما يشبه السينما. اليوم هذا المهرجان مهرجان لطيف، ونتمنى أنه يسوي فوكس لدى الدولة لكي تبدأ بإنتاجات سينمائية حقيقية تترجم معاناة هذا الشعب وتاريخ هذا الشعب وثقافة هذا الشعب، لأنه السينما ذاكرة، وذاكرة الشعوب لا تسجل أو تسجل بشكل دقيق جدا من خلال السينما. هذا المهرجان على ما أعتقد إن شاء الله سيكون بادرة خير، لأنه نبدي نفكر بشكل حقيقي من أنه إحنا يجب أن تكون عندنا هوية لسينما عراقية. طيب سجال، اليوم أنت شاركت بفيلم بعد مسيرة أفلام لجنابك، شاركت بأفلام يعني مؤخرا أم لا؟ لا، وأنا سويت فيلم بحيرة الوجع. نعم. يعني وكان من الأفلام في وقتها. في يعني أي سنة؟ سوينا انتج 2014. يعني انتاج خاص له؟ لا لا، كان هو وزارة الثقافة، كان من ضمن بغداد عاصمة الثقافة، ولكن هو فرز الفيلم من أفضل 3 أفلام ما شاء الله، يعني قبل أفلام كثيرة، وحقيقة يعني الحمد لله وشكر، ونال استحسان الجمهور، ونال أيضا استحسان النقاد في ذلك الوقت، وحقق حضور طيب جدا. نتمنى أنه إحنا تتكرر هذه التجربة، ولكن بسبب الظروف اللي عشناها إحنا، داعش وما داعش، يعني هواية تفاصيل. حديثك مع، التقيت مع دولة رئيس الوزراء أم لا؟ لا، أنا ما التقيت. ما التقيت الوقت اللي كان النقابة الفنية؟ احنا هذا موضوع يعني رئيس الوزراء خم هو. لا، أنا أريد مسؤول مباشر عن هذا اليوم القضية. لو ملتقي مع جناب دولة، شنو حديثك؟ احنا ما نتحدث لرئيس الوزراء مباشرة، احنا نقول انه على هذه الدولة ان تبدأ بدسترة موضوع السينما، بمعنى انه يجب ان تبوب قوانين خاصة بهذه الصناعة. هل احنا نريد تسجيل ذاكرتنا او لا نريد؟ حالنا محل شعوب العالم. صح. كل شعوب العالم اللي مرت بحروب هائلة سجلت هذه الحروب، مثلا اللي مرت باشياء مهمة في حياتها، في محطات مهمة، في تحولات مهمة، سجلت هذه عبر الشريط السينمائي. احنا نقول انه على الدولة كدولة ان تبدأ بدسترة الأمور. احنا ما نطلب شخصيا، لانه رئيس الوزراء هو عنده آلاف المشاريع، يجب على يعني وزارة الناس اصحاب بالضبط مدير دارة السينما تبدأ بتقديم برنامج حقيقي ودقيق، من انه هذا. وانا اعتقد سوف الدولة اذا وصلها ملف دقيق عن أهمية صناعة السينما فعلا سوف تدرك. احنا قد بالبداية ما نأتي أكلها، ما أو الصناعة ما تأتي أكلها في البداية، لأنه هي هذه يعني تنبني بناء، يعني يبدي يعني مو من أول فيلم مثلا إذا كان بسيط نقول لا إذا احنا فشلنا ولا كذا، لا، أنت بحاجة لإنتاج وإنتاج وإنتاج إلى أن تبدأ بفرز الكم، هذا الكم يبدي يفرز نوع. وهكذا نتمنى من رب العالمين أن يولى هذا المجال اللي هو مهم جدا الاهتمام من قبل الدولة. شكرا جزيلا استاذ جلال، نورتنا، حياك الله. شكرا استاذ.